السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل أداء الدولي الجزائري رياض محرز والتعرف على تقييم النجم الجزائري رياض محرز في المباراة اللي جمعت بين فريقه مانشستر سيتي ضد فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. سوف نتعرف على ما قدمه محرز وعلى التقييم الذي حصل عليه رياض محرز في مباراة اليوم. قبل البدء في التفاصيل والدخول في صلب الموضوع أكثر والتحدث على تقييم رياض محرز وعلى أداء رياض محرز في مباراة اليوم، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك الفيديو سيكون جديد، ونبدأ على في التفاصيل الأسرع. رياض محرز شارك أساسي في كلا فريقه مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيبي غوارديولا للمباراة الثالثة على التوالي. قدم مستوى جيد ورائع، كان أفضل لاعب في صفوف نادي مانشستر سيتي في مباراة اليوم. أداؤه كان جيد، ساهم في الهدف الأول بطريقة فنية وبكنترول عالمي كعادته. أداؤه كان استثنائي اليوم، لعب مباراة كبيرة وجيدة، تحصل على تقييم 7.8 كأعلى تقييم في فريق نادي مانشستر سيتي وكأفضل لاعب في نادي مانشستر سيتي في مباراة اليوم، وهذا يدل على أنه قدم مستوى جيد ورائع. لعب مباراة كبيرة، حاول وخلق فرص، وهذا يدل على أنه في الطريق الصحيح للعودة مجددا إلى مستواه المعهود والطبيعي والتألق من جديد بعد مرة من فترة فراغ في المباريات الماضية. لكن في المباريات بعد العودة من التوقف الدولي يقدم أداء جيد، أتمنى أن يستمر في هذا الأداء الرائع مع فريقه مانشستر سيتي لأنه يمتلك إمكانيات خرافية ورائعة. وهذا هو كل شيء مدينة بخصوص ما أنا ريد محلات، فلا تنسى الاشتراك وإلى اللقاء.